فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة في الصلاة السرية الركعة الثالثة أو الرابعة يسرع فلا يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة، سؤاله هل يأتي بركعة أم يكتفي بقراءة الإمام؟ هو ما عليه قراءة، المأموم ما عليه قراءة واجبة، إنما يستحب له أن يقرأ، فإذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الإمام فهو ترك سنة، لم يترك واجبا ولا ركنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.